سألك رايحة فين؟ نعمل ايه هنا؟ وكان في حتة تانية ما لقيناش حجز فوق تلات وبيوت صحابي، فكرة خطر. لا أنا عايزة أمشي عمر، أنا مش مرتاحة هنا، عايزة أمشي. هنشرب حاجة وننزل مع بعض. أنا ما نمتش من ساعة ما عرفت إنك جاي القاهرة. شكلك مبسوط باللعبة. إحنا مش في لعبة، بس مبسوط. مش مصدق انك معايا هنا. ولا انا اصلا مش فاهمه ايه اللي احنا بنعمله ده. احنا كنا هنعمل ايه بقى؟ انا كنت هموت لو ما كنتيش معايا دلوقتي. حلوه قوي السجاده دي. البيت كله حلو قوي. ميرسي. ده ذوق مراتك أكيد. البيت كله بتاع مراتي. المرة اللي جاية هنكون في بيتنا. بيتنا؟ مش كنت متضايق إن وقتنا مع بعض مخطوف؟ أنا فكرت دورت ولقيت شقة حلوة جنب الجامعة، تبقي تيجي تقعدي فيها لما تنزلي القاهرة. لو عجبتك تقعدي فيها بشكل مؤقت ويمكن على طول، وأنا أقعد معاكي لما أسيب هنا. تسيبي هنا إزاي يعني؟ مش اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده؟ أيوه اتكلمنا وكل حاجة، بس أنت يعني أول مرة بتفكر في الموضوع بجد؟ لا وكمان أنت بتاخد خطوات. أو أكيد بجد، أنا بحب مش بتسأل. بلاش؟ لا مش بلاش يا عمر، بس أنا متلخبطة. أنا افتكرتك هتبقي مبسوطة. أكيد أنا مبسوطة يا عمر، بس برضه الموضوع بيخوف. ما هي كل الحاجات الحلوة بتخوف. طيب مراتك وعيالك، وانا كده بدمر حياتهم كلهم. مالكيش علاقه، يمكن ده يكون احسن لي واحسن لهم. مش عندي حاجه اديها في العلاقه دي اكتر من كده، صدقيني. انت بتحبني بجد يا عمر؟ هي دي الحاجة الوحيدة اللي أنا متأكد منها.
كل ده بتدوري على ازازه ميه؟ لازم نمشي قرب نوصل. يلا بينا. هو احنا رايحين فين؟ حالا هتعرفي كل حاجه. اتفضلي. السلام عليكم يا باشمهندس. اهلا اهلا يا رجب. جبتها منين باشمهندس دي؟ معاك المفتاح؟ معايا. اتفضلوا احنا جاهزين. اتفضلوا. مين اللي قالك ان انا باشمهندس؟ طول عمرك هندسه يا باشمهندس.